السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة شمس الحياة. كنتمنى تكونوا بخير في أحسن الأحوال وانتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. وصفتنا اليوم إن شاء الله غتكون بريوش بطريقة جديدة اللي كتخليه يجي خفيف وهشيش ومورق وفوق هذا لذيذ بزاف. قبل ما نمشي معكم المكونات وطريقه التحضير كنبغي نشكر بزاف الناس اللي كيتابعوني، وبالنسبه اللي اول مره كيشوفوا القناه كنقول لهم مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وما تنساونيش من اللي لايك باش الفيديو ديالنا يوصل لاكبر عدد من الناس. نبداو على بركه الله. في حاجتنا 500 غرام دقيق ابيض اللي غربلته من قبل من طبيعه الحال، 250 مليلتر أو ربع لتر حليب يكون دافي، قشور برتقالة محكوكين، 8 غرام خميرة فورية أو معلقة كبيرة مملوءة، نصف كأس زيت، نصف كأس سكر حبيبات، وبيضة بحرارة المطبخ، ونصف معلقة الملح. أنا نسيت ما ذكرتهاش لكم مع المكونات. أول حاجة غنبدأ بها غنضيف الخميرة على الحليب ديالي ونحركها مزيان حتى تتفاعل معه ونحطها جانبا. غنجيب الدقيق غنضيف ليه الملح السكر الزيت قشور البرتقالة والبيضة، يعني تقريبا غنضيف المكونات اللي عندي كاملة. غنحركها مزيان تتندمج ليا جميع المكونات، وغنضيف الحليب اللي ذوبت فيه الخميره. غنحرك الخليط ديالي مزيان تتجانس ليا المكونات كامله، ومن بعد غنحاول نجمعو بهالطريقه بدون دلك وبدون مجهود. غنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق الابيض ونوضع العجين ديالي عليه ونبدا نجمعها على هذا الشكل بدون ما ندلكها. ومن نشوف بأن جميع المكونات تجانست مع بعضها غنبدا نشكلها على هذا الشكل ونردها في الإناء اللي عجنتها فيه اللي دهنته من قبل بالقليل من الزيت، ونغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. كتاخد مني تقريبا 40 دقيقة. هذا هو الشكل ديال العجين ديالي بعد ما اختمرت. غنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق ونوضع فيه العجين بعد ما نفرغها من الهواء اللي تكون فيها. غنبدا نطلقها مباشره ونحاول نجيبها على شكل مربع او مستطيل، لان العجين خامر مزيان فهي ما كتطلق معايا بسرعه وما كتاخدش مني مجهود. غنستعمل مدلك باش يعاونني حتى غنجيبها على هذا الشكل. غناخذ واحد القطعه البيتزا اولا شي سكين يكون ماضي ونقطعها بهذا الشكل ونحاول نجيبها اشكال اولا قطع متساويه. انا تقريبا اعطاتني 16 قطعه. هنا عندي القليل من مربى المشمش والشوكولاته ديال الدهن اللي جمدتها من قبل وقطعتها قطع صغيره، وشويه الزيت والزبده اللي ذوبتها باش غندهن البريوش ديالي. يمكن لينا نكتفي فقط بالزيت الا ما كانتش الزبده متوفره. غنبدا نوضع كميه قليله من المربى على هذا الشكل. النصف ديال البريوش ديالي غادي نعمره بالمربى والنصف الاخر غنعمره بالشوكولاط. بعد ما غنعمرهم كاملين غنبدا نلفهم على هذا الشكل ونحاول نسدها ونقادها، ومنين نكملهم كاملين غندهنهم بالقليل من الزيت والزبده. كيف ما قلت لكم من قبل يمكن لينا نستعملوا فقط الزيت. غنجيب واحد القطاعه البيتزا وبدا نقطعهم على هذا الشكل ونلفهم كيف ما كتلاحظوا في الصوره. جبت الصينيه الفران اللي فرشت فيها ورق الطبخ، وكيف ما ديما الا ما كانش الورق متوفر ندهنوها بالقليل من الزيت. وغنبدا نوضع فيها البريوش ديالي. غنزيد معاكم وحده اخرى وغنحاول نلفها ونسدها مزيان باش مني تخمر ويتضاعف الحجم ديالها ما تحلش. وغنمشي بنفس الطريقه تنكمل الكميه اللي بقات ليا كامله. ونتمنى الفيديو يكون واضح، انا زربته باش ما نطولش عليكم. نزيد معاكم وحده اخرى.
بعد ما كملت الجزء الاول اللي عمرت بالمربى المشمش، دابا غنتقل معكم الجزء الثاني اللي بقى لي غنعمره بالشوكولات كيف ما كتلاحظوا معايا، وغنمشي بنفس الطريقه تنكملهم كاملين. غندهنهم بالخليط ديال الزبده والزيت ونقطعهم بنفس الطريقه، ونبدا نلفهم ونوضعهم في الصينيه ديال الفرن. بعد ما غنكملهم غنغطيهم ويختاملوا 30 دقيقه حتى يتضاعف الحجم ديالهم. كيف ما غتشوفوا معايا فانا غنوضعهم في الصينيه بشكل متقارب، باش ملي كيطيبوا ويتضاعف الحجم ديالهم كيجيوني على شكل شهده، كيجي شكلهم رائع بزاف. جبت واحد صفر ديال البيضه اللي خلطت مع القليل من الحليب، وغندهن ليهم الوجه ديالهم مزيان. الجزء اللي عمرت بالمربى المشمش فانايا غنرش عليه القليل من السمسم او الزنجلان الابيض فقط، باش ملي يطيبوا ما يتخالفوش ليا. وبعد ما كنخرجهم من الفران كنرش عليهم او كنزينهم بالقليل من السكر كلاسي كيف ما غتشوفوا معايا في الصوره. واللي عمرت بالشوكولاتة هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيتحمروا، كيجيو رائعين خفاف وهشاش. وغنزينهم بالقليل من السكر بودره او السكر كلاسي، وننتقل معاكم باش نقدموهم في الطبق النهائي بالصحه والراحه. البريوش ديالنا بعد ما كملتو في التزيين هذا هو الشكل النهائي ديالو، جا رائع هشيش ومقطن ولذيذ بزاف. شوفوا معايا وحده كيف جات اللي عمرت بالشوكولات، جات خفيفه وهشيشه ورائعه ومورقه كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. نقسم معاكم شوفوها كيف جات من الداخل، جاو رائعين وكيستحقوا انكم تجربوهم. واللي عمرت بالمربى المشمش حتى هي جات زوينه بزاف كيف كتلاحظوا معايا، مورقه وخفيفه ولذيذه بزاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، حيت كيجيو رائعين ولداد وكيستحقوا انكم تجربوهم. قبل ما نختم معكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك باش الفيديو ديالنا يوصل اكبر عدد من الناس، ونخليكم في امان الله والى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. بالسلامة عليكم.